ينضم إلينا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري مباشرة من المنوفية. بعد التحية باسم، صف لنا الأجواء ومدى الإقبال الجماهيري، وأنا أرى على الشاشة الآن توافد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024. صباح الخير وتحياتي إليك من المنوفية ومن عاصمة المنوفية مدينة شبين الكوم. بالفعل كما ترين توافد الأعداد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ افتتاح اللجنة لأبوابها في تمام الساعة 9 صباحا. اللجنة فتحت أبوابها في تمام 9 صباحا بدون أي معوقات وبدون أي مشاكل لليوم الثالث على التوالي في ثالث أيام الإدلاء بالأصوات في انتخابات الرئاسة مصر 2024. أنا كنت متواجد منذ 8 صباحا أمام اللجنة في انتظار أن تفتح اللجنة أبوابها، وكنت أتابع عن كثب الحالة، يعني كثافة المواطنين التي بدأت منذ نصف ساعة في حوالي 8:30 في الازدياد والتواجد أمام اللجنة في انتظار أن تفتح اللجنة أبوابها والدخول. وطبعا كان في طليعة الأفواج التي دخلت، لأننا لا نستطيع أن نصفها إلا بالأفواج، فوج كبير من السيدات. السيدات هن من افتتحنا اللجنة اليوم في مشهد مهيب تعودنا عليه في كل الاستحقاقات الدستورية في مصر. من الخدمات التي تقدمها، كنت أسمعك تسألين زميلي عن الخدمات التي تقدمها والتسهيلات التي تقدمها اللجنة لكبار السن وذوي الهمم هنا في هذه اللجنة، لجنة مدرسة الشهيد نقيب عبد الرحيم السرسي في شبين الكوم. تقدم اللجنة يعني هناك رجال يقفون بكراسي متحركة لمساعدة الكبار من السن أو من ذوي الهمم أو المرضى الذين لا يستطيعون السير حتى داخل اللجنة، ويوصلونهم حتى باب اللجنة، ومن ثم يدلي المواطن أو المواطنة بصوته ويعود مرة أخرى بصحبة يعني الفريق المساعدة إلى خارج اللجنة مرة أخرى. بالأمس كان هناك مشهد إنساني في إحدى اللجان هنا في محافظة المنوفية، حيث انتقل أحد القضاة المشرفين على لجنة من اللجان وانتقل إلى خارج اللجنة، لأن هناك سيدة كانت يعني جاءت إلى اللجنة للإدلاء بصوتها صحبة ذويها، ولكن لم تستطع النزول من السيارة، وفي لفتة إنسانية توجه القاضي إليها وأخذ صوتها خارج اللجنة، ثم دخل مرة أخرى ووضع صوتها في الصندوق. طبعا كانت بمفردها في سيارتها بعد يعني أن التزم الجميع بالابتعاد عنها وتركها بمفردها للإدلاء بصوتها. طبعا لدينا الأمن أيضا من خارج اللجنة هنا ينفذ بحذافير التعليمات التي توجه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم دخول أي مواطن إلى داخل اللجنة وهو يحمل صور لأي مرشح أو أي لافتات حزبية لأي حزب، ويعني من ثم كان الدخول المسموح الوحيد به إذا كان العلم الذي بيد المواطن هو علم جمهورية مصر العربية فقط. نحن في محافظة المنوفية التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 4,700,000 مواطن، وتصل الكتلة الانتخابية هنا إلى نحو 2,800,000 ويزيد عن ذلك قليلا من المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. شكرا جزيلا. أول يوم من أيام الانتخابات. شكرا جزيلا الزميل باسم أبو العينين، كنت معنا مباشرة من المنوفية.